أنا هاي الرحلة لنا سنة من خطط فيها وأخيرا زبطت. وصوتي مفروح. ولبارك إنك العم. انت كولا انت كولا. شوف صراحة نتسرعنا شوية يعني احنا شوف دابا هذا هشام آخر قرار. أنا قلت لك غتاكل بيضة وانت قلت هشام وي فراسك نزلت نيو بوست. لا ندير لك واحد التحدي. واه الى وصل التعليقات 50,000 تعليق. اوكي 50,000 تعليق. اوكي تاكل بيضه خضراء يعني بيضه نيه. اش دخلني انا انستغرام تاعك ونيو بوست تاعك. انت كولا انت كولا. يلا يلا اوكي هذا هو التحدي. ساي 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 يلا. لا 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 والله 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 يبان له والله يبان له. اقسم بالله حلفت حلفت حلفت. يلا 50,000 تاكل انت. دبتيني على ستوري. شوف دابا هذا هشام اخر قرار. انا قلت لك غتاكل بيضه وانت قلتي العكس. قلتي انت غتاكل بيضه. تاكل باسكو انستغرام وكنت صالحك وانا ما كملتش. اوكي نخليو الناس دابا تصوت. يا غياكل انا. لا 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 غشاش يطيحوا معاك بين بلي يطيحوا. صوتوا صوت الا ما يطيحوش معايا. شوف دير داكشي اللي بغيتي. علاش درت ديك السطوري انا؟ علاش علاش جات دي الفكره؟ شوف صراحه نتسرعنا شويه يعني احنا الله قلنا دابا خاصهم يوصلوا 50,000 وقلت لك هشام انت غتاكلوا ولا انا؟ اوكي خاصهم توصلوا لها وانا عارف ان الله غيوصلوا لها بالرب الى صوتوا. هشام التصويره وصلت 50,000 تعليق. قول وفي التصويت هشام مولي خصو ياكل البيضه. لا لا وري يلا قلتوا هشام مولي خصو ياكل البيضه. يلا يلا دابا خصك تطلع. يلا 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 انا نوريك ستوري. انا شفت التصويت. ها شنو هو؟ رضا ياكل ولا ما فهمتيش دابا؟ شو دابا 64 صوتوا على اساس ان احنا مع ريده. فهمتي؟ شاور عليا ما تفهمناش كيما هو. والله غتاكل البيضه اقسم بالله. روح تنجيب لها شتي قلت لها هيك. دابا انتم صوتوا على اساس انني امل الراجل الاول كلب. شوف الراجل الاول كلب. قلت لك هشام غتوصل 50,000 لايك غنعطيك بيضه تشرب. ها هو الكاس ها هو البيضه. والله الا خصك تشربها هشام. الفوت شيكر هشام. والله الفوت شيكر قال بلي رضا تشرب البيضه. خليها تريح ما دير والو. شنو قالوا؟ رضا يشربها. يعني انت خليها عندك. اوكي خلاص ابوي. لا لا ما جيت معاها والو. اصبر اصبر اصبر. لا هشام لا والله لا هشام والله. يا صافي صافي صافي. واخا ما تجيش تتحدى الجمهور تاعك تقول لهم وصلوا 50,000 60,000 يوصلوا. الموسيقى اللي بغيت بغيت موزار. شي بروبليم صاحبي؟ لا 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 اصرف 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 ما تخش اصرف اصرف. فوت عليكم اش يكون حس بواحد الحروريه اللي المهم تحدي الدار. الراجل اول كلمه تهلاو. اخر مره ندير معكم شي حاجه دير تجيب زور رضا. صباح الخير عليكم كاملين. هاد الصباح فقت بطعم البيض فمي بعد اول شيء وفقت انكم كلكم كترسلوا لي الفيديو ديال هشام. كتبوا لي هشام العشيه. شوفوا الستوري الجاي. شوفوا الستوري الجاي. خمسه منكم في دائره الخطر خمسه الباقيين بامان. هشام ورضا واحد فيكم قدم فيديو عجب لجنه التحكيم جدا. واحد فيكم طفون. هشام انت في الدينجر زون. مبروك رضا وان الاسبوع ده. اخيرا جاكي حالتي جماعة اللي بغي يشوف تحدي حرب مخدرات شوفوه عشان تعرفوا مين فينا اللي فاز. مرحبا فيكم بحلقة جديدة من خل نتحدى. اليوم التحدي تبعنا راح يكون كل تيمين ماسكين مخدة ولازم اليوم التحدي تبعنا راح يكون اخبار زوين. اليوم هي ان ستوري ليل نو والتنوض مي. انا هذا هو المشكل ديالي. غادي نجلس ونوض. صباح الخير.
شي حد يفهم عادل باللي بطاطا مسلوقه ماشي هي لونطريمه. الخبر زوين اليوم هي ان ستوريات ليلي غترجع هاد الليله، ابتداء من هاد الليله غترجع ستوريات ليلي. يلا نشاط. والله حتى الرياضه كتردك مبدع حتى في الماكله. شوفوا واحد اللعيبه ما عرفتش شنو سميتها ولكن والله حتى باينه زوينه. وحدي حسين كله فارغ. هلو مدام. Thank you.